العلاجي الملك فهد بن عبد العزيز. معك ابو عثمان. خل ابو فهد. عبد الله عبود جهز الكرك يا يزن. تعال ابيك أبو ابيك كرك ابيك عبود ابيك كرك يا اخوان. تعال بكلم انا بكلم. راح البس سلام. راح البس بشير بالسعد بن سعد. ابو زايد كيف صحت؟ ما كيف الجلسة؟ كنا زي كذا الجلسة. في هذا السنة كلها عصرية. طيب. وين؟ متعب ايش فيك يا متعب؟ طيب اقلط. سريع. تروح تكلم ايش؟ شوف لي كرك كذا فيه. ودك نمشي يا ابو عثمان؟ ها؟ نمشي. شوية بجيك. والله العظيم كس. مرة حتى بخليه دق على ولا اروح اخصم 24 ساعة من البطاقة حقتي عندهم بدون ما اكلم. مو كذا بس ابد اللي تبي حظي. ما هي طول بعمرك مرة. والله لو منك اثنين بس. لو منك اثنين بس. لو منا اثنين صرفها مو زي بعض الناس. انت ما قد حتحطها في بطنك. الا شوفك انت عبد الله لك يوم. عبد الله لك يومين انت عشان هذه تجي كذا. لا انت تقوم في الروم. واضح واضح كذا عشان هذا يجي كذا. لا ترى شوف ترى هم اهل الكوفي شروم ذولا ما يدعون الا اللي يجيب طاري الكوفي شروم في ذمتك. يعني انت الحين تبغى تتكلم. يعني انت انجهز نفسك صدقني. الا لم تخرج في الكوفي شروم سلامي على الدنيا ومن فيه. يا ابوي دقيقه ما سويت شيء غلط. ما غلط. ها انا قلت لك سلامي على الدنيا ومن فيه. تخوفني يا شيخ. ايش رايك في النقاط؟ ها ايش رايك النقاط؟ والله يتوصل بدون مجامله بدون اي شيء. والله انهم كويسين وغيرها كويسين مره كويسين. ولا عليهم عبد الله والله في ذي هم كويسين بس بعض المرات هم يخربون. بعض المرات يجي متعب في قولهم. بعض المرات تجهز الكوشي. عبد الله عليهم ملاحظات احيانا. لا والله لا قل الصدق. لا تقول قتلي انت قتلي. لا كيف دقيقه ترى الحين في الكوفي شوب. دقيقه انا بفهمكم. انا قلت قبل امس قلت انت محور ضعيف عليهم ملاحظات. ما قلتها قبل امس. جيب دليل. لا تظلم. جيب دليل اني انا قلتها. جيب دليل. احلف في محكمة هنا جالس في قيمة. جيتني قبل أمس قلت يا ولد والله إني أنا يا حاتم لو إني ناقد أجيب محور أفضل من المحور ذا. وأنت جيتني تقول إن فهد معيان وعلي الغامدي وترك الموسى كلهم هم مالين عينك. هم مالين عينك؟ أنت قلتها. هم مالين عيني؟ أيوه أنت قلتها. جيب دليل. أبى أجيب مثلك. جيب دليل. وين جيب دليل؟ ها؟ أحلى. محكمة حنا. واحدة بواحدة هيا بسحبة. وأنت تعال ندور عليك أنت. انت انا توقعتها من الناس كلهم من انت. انا عبد الله الزهراني لفلف. ايه عبد الله الزهراني الكاميرا اللي تدوره. لا 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 هو يدور الكاميرات. لا ما اشوف ني 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 ملك الكاميرات العبود. عيش عبد الله عيش. اصلا تبغون كذا. انا حقي ما حق غيري. يا سلام والله العظيم يا مربحين. يلا انك تقلعهم يا الله. ليه يا عبود ليه طلعكم من راسي. الله كم كوك الطيب. انا جالس الله نشهد. انا جالس جنب صقر بن سعيد النبلاء. تحداني انه يعني من قوه ان الكاميرات تحبك. يمكن حتى عم محمود يعطيك صدى من قوه ان الكاميرات تحبك. لا صدى يا منيب. عطى صدى بالله. عطى عبد الله صدى. الو خلني اتلمح. الو بس يزعلون والله يقولون اذا حد قال هذه خصم. هذه ترى خصم زي اللهب. يلا هذه يلا انا ابغاك تنقل اي خصم عليك. روح ما جللت على حسابي. روح البطاقه الذهبيه معي. سوي اللي تبغى يا اخي. يا شوف والله ما فقعتها ممكن. انا صمت ممكن ليله مرتين.
أنا ترى نفسي تتعب. هو حاتم حتى هو بس أنا حاتم أبغى أتكلم عشان الدكتور بعض المرات بعض المرات يعني تمرضنا ولا شيء معنى له يعني دعوة مصالح زلش أكيد إيوه مصلحة يعني يعني أنت مش معي مصلحة لا لا ما هي بكذا لا مو كذا ها أنا طول العمر فيها هوبي خله لا 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 فيها هوبي تعال 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 الدنيا هذه كلها مصالح أنت جاي برنامج ليش عشان تطلع في وجهنا أنا جاي برنامج طول العمر عشان أكسب رأسك حلا هاي والله ضرة حتى أنا زيك بس أنت جاي تقول مصالح هذه أكبر مصلحة صح أي هذه أكبر مصلحة وش المصلحة أنك كسب راتك أنت قلت أنت مبيغ طقت عشان دقيقة 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 الحين أنت كسب راتك هذه مصلحة ولا ما هي مصلحة لا هذا ما كسب كسب أو كسب شو أن تكسب الشيء قوة سواء برضا الشخص الذي أمامك أو تكلم أنت لا تتكلم عشان هذه لا توطي في بطنك لا توطي في بطنك كلمة عبد الله في واحد توطي في بطنه بس عبد الله لا يقلع عبد الله بدها معه والله ما أفزع معك ها بدها بس أنت يقدح. والله ما يحتاج تفزع معه بسم الله عليه ست تجر له رجال أسمع يا دكتور لبى كبدك والله أني تعبان من رجلي أسمع كلام وأنا أقول له جاي كلام كذا يعني أنت دخلك من البداية ذيك بس فرحك أبغاه مشوا دقيقة دقيقة والله أنا جيت أبغى أسوق الكبينة صدق اللي أبغى أكلم يا ولد أنتم تعالوا الحين ما جيت تسوقها اللي عندنا احنا ثلاثة هناك كنتوا عشرة تعال تعال أنا عجزنا عربك عبد الله دقيقة تبان من رجلك ولا تسوق الكبينة دقيقة يا أخي كلها مصالح اسكت أسمع الحين يا طويل العمر انت انا جيتكم ابغى تتكلمون يا ولد انت تتخاسرون نقاط في عشان تتكلمون هلكم كلموا يا انتوا تخاسرون في تقفيله المايك وفي المنطقه المحظوره وفي ترى على الفاضي عدم حضور الفقرات وعلى كل مهله كمان دقيقه صح دقيقه كم لكم من ابوك الله فاتره هيا كلم دقيقه كم لكم من ابيك توني مكلمه متى يوم طلعنا انا عبد الله ليومي وامك توني مكلمها بعدين واخيك توني مكلم عمك ما كلمته اي لا كله كيف طيب دقيقه قلت تكلم من طالع ها كيف تكلم من طالع كيف اكلم من طالع ما اخذ جوال انت بتكلمت ليش اخذ جوال من طالع عنده ضو دقيقه دقيقه متى كلمت بيه قبل شوي هو في مواقف عنده فعاليه